الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد والبيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين. عظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء بذكرى استشهاد جواد الأئمة الإمام محمد الجواد عليه السلام. ونسأل من الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لزيارته في الدنيا ويرزقنا شفاعته في الآخرة، إنه سميع المجيب. وحياكم الله في برنامجكم هداية السائل مع ضيفي الدائم سماحة الإعلام السيد ظفر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، فنرحب به سوية. عظم الله لكم الأجر سيدنا، وأهلا وسهلا بكم. أعظم الله لكم الأجر إن شاء الله، يا أهلا وسهلا ومرحبا. الله يسلمكم إن شاء الله سيدنا. قبل الخوض بتفاصيل الحلقة، ولكن نسأل من جنابكم على أهمية هذه المناسبة وهذه الذكرى العظيمة الأليمة. كيف للموالي أن يقتبس الفرصة ويعز الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مثل هذه الليلة؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما يخص ما ذكرت في مسألة الاحتفال بالعزاء خاصة، أولا نقدمه للمولى عجل الله تعالى فرجه الشريف، نعزيه عزاء خاصا لاستشهاد أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وهو الإمام الجواد. وفي الحديث أيضا ورد أن ما منا إلا مقتول أو مسموم، فكل المعصومين عليهم السلام هم ما بين مقتول وما بين مسموم. وقد قال الإمام الصادق عليه السلام: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. ونحن وكافة الموالين الشيعة، شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، ينبغي لنا في مثل هذه المناسبة أن نرفع رايات الحزن والعزاء في هذه الليلة وفي يوم الاستشهاد أيضا، وفي كل مناسبة مثل هذه المناسبة لاستشهاد المعصومين وذرار المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. أحسنتم، بارك الله بك سماحة السيد. طبعا حديث اليوم وحديث الساعة حول أحكام الحاج ومناسك الحاج، ونحن مقبلين على هذه كذلك المناسبة العظيمة والشعائر العظيمة. طبعا عادة بالأحكام الواجبة سماحة السيد التي تكون في ذمة المكلف، عادة القضاء هذه الأحكام الواجبة تكون للشخص المتوفي، يعني مثل قضاء الصلاة في ذمة الشخص ما من الممكن أنه تكون بالإنابة لشخص حي، إلا أنه تكون هذا الشخص يكون متوفي. ولكن نسمع في موضوع الحج لا، من الممكن أنه الحي ما يقدر، ولكن هو مستطاع ماليا ولكن ما عنده الاستطاعة القدرة الجسمانية يرسل عنه أو يرسل عنه شخص آخر لمناسك الحج. بلي، بسم الله الرحمن الرحيم. جوابا على سؤالك الكريم، وإن قطعتك عن إذاك كلام آخر، لا أريد أقول لك على أنه كيف اليوم للموالي أن يميز ويفصل على أن في الحج من الممكن القضاء لشخص حي وفي باقي الأحكام ما من الممكن القضاء لشخص حي. بلي، طبعا هذا الأمر راجع إلى نفس دليل القضاء.
نعم لأنه دليل القضاء يقول اقضي ما فات كما فات. زين. هذا في مسألة العبادات الأخرى مثل الصلاة ومثل الصيام. حينما يموت الإنسان وفي ذمته فوائد كثيرة كالصلاة والصيام وغيرها، فبالإمكان أن يقضي عنه وليه، يعني ابن الميت الذكر الكبير هو هذا الواجب عليه، ويستطيع أن يستأجر من ينيب عنه، يعني نائب مو عن الميت هنا، نائب عن الحي، لأن الواجب على الابن الكبير، فيستأجر من يصلي نيابة عن أبيه مثلا أو عن أمه مثلا. أما في الحج فدليل الحج خاص يختلف عن باقي العبادات الأخرى. هنا عن الميت وعن الحي يجوز الإنابة باعتبار أن هذا الواجب اللي هو الحج واجب له شروط ينبغي توفر هذه الشروط حتى في سبيل يقدر يؤدي هذا الواجب. بس الصلاة ما يشترط فيها غير مثلا الطهارة، طهارة الثياب، طهارة الجسم، طهارة المكان اللي يصلي به، وعدم غصبيته مثلا، هاي الشروط اللي موجودة في الصلاة والمعروفة. أما في الحج لا تختلف، أكو شرط أساسي يتدخل حتى في وجوبه اللي هو الحج، إذا تحقق هذا الشرط وجب الحج، وإذا ما تحقق ما وجب الحج، اللي هي الاستطاعة. والاستطاعة وصفوها بأنها استطاعة مالية واستطاعة بدنية، يعني عنده مكنة، عنده إمكانية في أن يذهب ويستطيع أن يذهب إلى الحج. إذا ما قدر، يعني ما قدر أنه يؤدي هذا الواجب بدنيا بس عنده قدرة مالية، هنا بإمكانه أن يأخذ الفلوس ويعطيها الواحد يقدر يوصل للحج، يقول له أنت حج عني نيابة، هذا بدليله الخاص، هذا يعني جائز، يجوز له أن يستنيب، وهو يعني يستنيب عن نفسه وهو حي بعده، يعني حي يرزق. بلي. زين، أنا أريد أسأل جنابك أنه صفات هذا الشخص النائب، يعني سيدنا، نعم، عادة بالصلاة أو بالصيام لازم يكون شخص أول شيء ورع، مؤمن، صائم، مصلي، ما عنده قضاء ما في الذمة. نعم. هذه أبسط الأمور على أنه لازم هو يقضي في الصلاة والصيام، يعني هذه الأجرة اللي تدفع له. أما بالصلاة بالحج شلون تكون ميزانة؟ فقط أصحح معلومة أنه فقط هذا في الصيام كون ما عليه مثلا قضاء ما في الذمة، أما في الصلاة لا جائز، حتى لو عليه قضاء ما يخالف. بس القلب، احنا خلينا نقول بالتعبير الدارج انه القلب ما مطمئن لا، او ما يتحقق الاطمئنان القلبي، يعني انا شلون اريد انطي فلوس إيجار الشخص انه يصلي من بعد انك سماحة السيد اخذ من وقتك وهو صلاته مضعضعة وانا اريد يقضي لي ما في الذمه عن والدي؟ نعم. ما راح يحقق لك. كلامك صحيح باعتبار انه لا، يجب حينما تريد ان تستاجر شخصا لابد ان تستاجر شخص موثوق هو صلاته مضبوطه وقراءته مضبوطه، مو اي واحد حي الله يعني مثلا تستاجره. لكن اذا مثلا هذا عليه فوائد، يعني هو عليه أشياء مثلا صلاة تاركها، مثلا صلاة لمدة سنتين ثلاثة شهر شهرين مثلا، هنا يجوز لدليله يجوز، أما الصيام لا ما يجوز. نرجع إلى موضوع أما الحج يختلف. بل. الحج باعتبار أنه هناك مناسك وهناك التزام بالوقت وبالمكان، يعني الوقوف في عرفة والوقوف في المزدلفة ورمي الجمرات، وثم بعد ذلك الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة طبعا، وأكو صلاة، أهم صلاة واجبة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه هي تعتبر مناسك، فهذا اللي أنت تستأجره لابد أن يكون أولا عارف، يعرف هاي المناسك، يكون ما يخطأ بها، لأن خطأه بها يستوجب عليه أن تكون هناك كفارة.
اللي هي مثلا إذا استظل وهو محرم عليه كفارة تظليل، وإذا قطع شيئا مثلا من الحرم، نبات لو غيرها، لو قتل حمامة، لو عصفور، لو هذه بقة، كفارتها على منه؟ هذا على نفس المؤدي، ما له علاقة ذاك المستأجر، هذا المؤدي هو عليه، لأنه هو اللي قام بالفعل. لكن هاي الأماكن يعني لازم يكون يلتزم بالزمان والمكان، لكن مو يفوت مثلا منسك ويكمل باقي المناسك، لا، لابد أن يكون كل المناسك وبالتسلسل الزمني. في هذه الحالة إذا أكملها بالكلية، يعني أكملها تماما، عاد بعد ذلك يخابره يقول له أنا أتممت المناسك من يعني من هالقبيل. زين، هل من الضروري والواجب انه هذا الشخص اللي احنا اجرناه ودزيناه للحج يكون امامي جعفري 12؟ اي لابد، ضروري، نعم لابد من ذلك، والا المخالف باعتبار انه عنده نقيصه في المناسك اللي هي يعني طواف النساء. هذا يعتبروه هاي بالحج عندهم هذا الطواف يسموه طواف الزيارة، تمام؟ احنا عندنا هذا طواف النساء واجب، لازم يكون يطوف طواف النساء، هو ما عنده طواف النساء مثلا. عمرة التمتع مثلا، جنابك اشرت الى الركعتين، هو يؤديها الركعتين والله ماكو اشكال. مثلا نوع الحج اللي يحج بيه، عندنا احنا مثلا نوع من انواع الحج، طبعا بالمناسبه ثلاث انواع اكل الحج ان شاء الله نتناولها، وحده من عدهين اللي هي احنا يعني باعتبار احنا نبعد عن مكه اكثر من 12 ميلا، فالحج اللي يخصنا يسموه حج التمتع. هذا شنو حج التمتع؟ هذا من تروح الى مكه ومن واحده من المواقيت، نعم، تلبس تغتسل وتلبس ثياب الإحرام وتنوي، بعد ذلك تذهب إلى من؟ تذهب إلى مكة تؤدي عمرة يسموها عمرة التمتع، وبعد ذلك تحل من إحرامك إلا من شيئين، إلا من شيئين لا تحل منهما، اللي هن النساء مثلا، وطئ النساء والطيب، لأن الشيئين أنت تبقى محرم عنهن، باقي الأشياء لا، حتى تقدر أيضا تنزع ثوبي الإحرام. والتاني لما توصل إلى ثمانية، يوم ثمانية ذي الحجة اللي هي النفرة، تروح للكعبة وتنوي أنه للحج وتروح إلى عرفة، فتوقف هناك يوم تسعة ذي الحجة اللي هي وقفة عرفة، ثم تفيض من عرفة إلى المزدلفة، ثم بعد ذلك تبيت بالمزدلفة إلى اليوم الثاني وترمي الجمرات، وبعد أن ترمي الجمرة الكبيرة طبعا هذه أول يوم، من ترمي وتخلص إما أن تظل في منى تبات أو لا، من يومك تروح إلى الكعبة الطوف والتسعة والطوف طواف النساء وترجع الى منى تبات بين. اذن ان شاء الله كلهم ناخذهم بالتفصيل. اما لا، حتى انا ليش انا جبت هذا التفصيل؟ شاهد هذه السالفه، انه عمره التمتع هذه عند المخالفين ما يسووها، بينما احنا عمره التمتع لازم نسويها، والا يصير الحج عندنا باطل. زين، احسنتم. نقف بهذا المقدار ومن ثم نعود بهذا المحور المهم، ننتقل الى الأخت نور من بغداد. السلام عليكم يا نور، حياكم الله. السلام عليكم. أهلا نور. وعليكم السلام، عظم الله لكم الأجر. عجبنا أجرك. الله يسلمكم إن شاء الله، تفضلوا. سيدنا آني، نعم، أني أتهجى بالقرآن الكريم كلمات قصيرة. كلمات قصيرة؟ كلمات قصيرة جدا. نعم. أني تهجر بالقرآن الكريم، وما يصير يقولوا لي حرام عليك الله بعد المرسال يعني تهجينه؟ سؤال واضح عندك سيد؟ سؤال مو كلش واضح. لا مو واضح عندي بعد. إذا يمكن ممكن تأيدي لي بس السؤال؟ أتهجر بالقرآن الكريم تتهجين؟ نعم. بالقرآن الكريم تهجر قصيرة. بلي إن شاء الله نكون في خدمتكم، شكرا لكم يا نور. نعم سماحة السيد، نرجع إلى موضوع الإنابة سماحة السيد، وهذا الموضوع مهم. في جانب وخصوص الإنابة، البعض يقول لك يا بأنه إحنا
من العراق إذا دزينا شخص على حسابنا التكلفة ما يقارب تكون 10 إلى 12 مليون، أو خلينا نقول بالدولار ما يقارب 10,000 دولار. هذه المبالغ، لأن هو من راح يدزهم راح ينطي مصرف جيب ومن مصرف جيب عائلته يعني إلى آخره حسب الاتفاق. يقول لك لا إحنا نروح نستفاد من بعض الدول اللي هي هناك تكون أرخص، مثلا الدول الأفريقية ربما أو الدول المجاورة أرخص بفارق العملة مثلا، أو من أهل البلد ولكن عندهم أسماء عندهم حصص إلى آخره هنا. ولكن هو هنا شاهد الكلام على أنه هو يضطر، وإحنا نقول مثلا متوازي، يدز شخص من أبناء العامة مو شخص من المذهب اللي هو أو المذهب الجعفري. لذلك أنا ذكرت لك أنه أكو خلاف بيننا وبينهم. لا أنا أقصد في قضية المناسك بس، هذه بلي. يعني شاهد الكلام على أنه هو هذا الشخص مثلا إحنا دزيناه، ولكن هو تعهد قال يابا أنه أنا أسوي لكم مثل ما أنتم تريدون، مثل ما مناسككم، مثل ما ترتيبكم، وأنا أشتغل عليها. يعني هذا يبرأ الذمة. مع ذلك الأفضل أنه يعني يستأجر الإمامي. هذا من الأفضل. زين. أفضل أن يستأجر الإمامي. أحسنتم. كذلك عندنا نور أشارت إلى أنه هي تتهجى بالقرآن. بلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي غير مستطيع للقراءة يعني القراءة مالته ما مضبوطة، أو هو ما متعلم أن يقرأ القرآن بالشكل المضبوط، يعني بالحركات بالسكنات بالوقف والوقف الجائز والوقف مثلا اللازم إلى آخره من أحكام القراءة والتجويد، إذا ما متمكن من هذا وعنده كلمات صعبة ممكن يتهجاها، يعني يتهجاها بعد ذلك يتعلمها ويقوم ينطقها بالشكل الصحيح. إذا قرأ القرآن بنية التعلم حينئذ يجوز له أن يتهجأ ويقرأ. أما لا يقرأها مو بنية التعلم، لا هكذا يعني تجوزا يقرأها، في هذه الحالة غير جائز له أن يقرأ، يعني لأنه راح تطلع الكلمات عنده خاطئة، يخطأ في تلاوة بعض الكلمات أو تلاوة بعض الآيات. أحسنتم. والخطأ في قراءة القرآن ممنوع. أحسنتم. نعم. سيدنا عادة أكو هسه حاليا موجود متوفر بالأسواق القرآن الناطق. بلي. يعني من الممكن واحد يستفاد منه. بلي يستفاد من عنده، خصوصا الذين لا يستطيعون القراءة. ذولا يعني ثواب الاستماع ترى نفس ثواب القراءة. نزل. يعني الثواب الذي يعطى للقارئ حينما يقرأ القرآن أو يريد يختم مثلا القرآن نفس ثواب المستمع للقرآن على حد سواء، المستمع والقارئ ثوابه واحد. حتى في سبيل ما يقول مثلا والله أنا لازم أقرأ لأن بها ثواب أكثر، لا، الاستماع والإنصات إلى الكلمات القرآن هذه بها ثواب أيضا نفس ثواب القراءة. أحسنتم. شكرا لكم سماحة السيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، موفقين إن شاء الله سماحة السيد. الله يسلمكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقيكم بالحلقات القادمة، وآخر دعوانا اللهم عاجل لوليك الفرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. الحق والإيمان فتفقهوا في شرعة الديان الدين.